بالنسبة لنا يشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع كبير ومهم من ضمن القطاعات التجارية، وتزيد أهميته لأن نرى فيه القطاع الواعد اللي ممكن من خلاله نطور وننوع من مكونات الاقتصاد المحلي، كما نرى فيه فرصة كبيرة للإبداع وتطوير المؤسسات الوطنية البحرينية، وأيضا فرصة كبيرة لتطوير الصادرات البحرينية. وبناء عليه وجه سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه بتشكيل مجلس مؤسسات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعهد لوزارة الصناعة والتجارة شرف رئاسة هذا المجلس، والمكون من جهات عديدة مثل وزارة الشباب والرياضة وتمكين بنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية. وينبثق من هذه المجلس عدة لجان وفرق عمل تساهم مع القطاع الخاص في وضع الخطط المستقبلية لتطوير هذا القطاع وتوسيع نطاق تواجده في مملكة البحرين.